اليوم الصبح بكير حاول نظام يتقدم على جبهة طيبة، الحمد لله تم صده رغم انه اشتغل بالقصف الشديد على حي جوبر دمشق بالطيران والراجموت. الحمد لله حسنا نصده نحن ورجعناه، وكمان حاول تنزيل مبنى لانه ما بيصير نتقدم على وش الارض عم ينزل مباني. بقى هو بلش بتنزيل مبنى وحاول التقدم، الحمد لله صدينا وكبدناه خسائر، والحمد لله امور عنا كل كتير بخير، والجيش هلا ثابت وما عاد تقدم ولا خطوة.